الدنيا فتهانينا والناموس كل الفايز. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة المميزة، انطلاقة الشوط السابع الخاصة بفئة القعدان الجذاع من مسافة 6 كيلومترات، وهذه هي الأشواط الخاصة بانطلاقة شعارات أصحاب السمو الشيوخ يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء، ومكروه شعارات المؤسسات الكبيرة التي تواجدت هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن فعاليات ختامي الوثبة 2022. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى مع شعار مؤسسة هجن الرياسة. يتواجد المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع انطلاقة الحاكم على المركز الأول، المركز الثاني، الوصول والانطلاق مع شعار هجن العاصفة. من يتقدم الآن على المركز الثاني بهذا الأداء المميز مع شاهين بقيادة المضمر غياث الهلالي؟ من يتابع هذا الانطلاق المميز؟ المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول مع مرموق من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصور ابو ذياب، من يقدم لنا انطلاقة مرموق، ولكن التسلل من الجانب الايمن والانطلاق مع الظافر لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين. من يتابع انطلاقة الظافر الحاضر والمتسلل إلى المركز الثالث بدورنا؟ نتابع خامس التحديات، مشيرب بن هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا انطلاقة مشيرب، ولكن التسلل والانطلاق في هذه اللحظات مع شعار مؤسسة هجن الرياسة مسموح بقيادة المضمر الكبير أحمد بن مايد الخيالي. من يتابع انطلاقة مسموح الحاضر على المركز السادس بينما المركز السابع القدوم هنالك مع شعار هجن الرياسة بتواجد العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يقدم لنا شاهين، ومن الجانب الأيمن هنالك طحان من هجن العاصفة غياث الهلالي. من يتابع انطلاقة طحان بينما المركز التاسع العابر من هجن الرياسة أحمد بن ماجد الخيالي. من يتابع هذه الانطلاقة المميزة؟ المركز العاشر نختم به النداء القدوم مع مشكور من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري، من يقدم لنا مشكور. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذا الشوط، ولكن العودة للمقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى شعار إمبراطورية هجن العاصفة. من يتواجد على المركز الأول بمتابعة المضمر غياث الهلالي؟ من يقدم لنا انطلاقة شاهين على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى التحديات الأولى باحث عن الناموس وعن الفوز والانتصار؟ المركز الثاني القدوم والانطلاق هنالك مع شعار هجن الرياسة بانطلاقة الحاكم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتقدم الآن ويعلن عن تواجده المميز. وهنالك من الجانب الأيمن مرموق من هجن الرياسة راشد بن محمد السم المنصور ابو ذياب، من يقدم لنا مرموق. المركز الرابع مسموح من هجن الرياسة أحمد بن ماجد الخيالي، من يتابع هذه الانطلاقة المميزة؟ القدوم أيضا مع شاهين من هجن الرياسة يتواجد العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتابع في عملية التضمير والمتابعة. وهنالك أيضا الوصول مع انطلاق الطحان
من هجن العاصفة غياث الهلالي. بدأت الأسماء بالتقدم، بدأ الوصول من هذه الشعارات. هنالك مشهاب من هجن الشحانية، المضمر جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، من يقدم لنا مشهاب بهذا الأداء المميز. أيضا هنالك مشيرب من هجن الشحانية، محمد بن خالد العطية، من يتابع هذا الانطلاق وهذا الأداء المميز. ولكن العودة للمقدمة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والرئاسة وهجنها، من تسيطر على المقدمة وعلى التحديات الأولى. هنالك بتواجد المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، ولكن وصل الفيلسوف، وصل رجل الأمتار الأخير يتقدم الآن مع انطلاقة مسموح من هجن الرئاسة، أحمد بن ماجد الخيالي. الكيلومتر الخطير، وكيلو التحديات، وكيلو الانطلاقات المميزة. مسموح على المركز الأول من هجن الرئاسة، يتواجد الفيلسوف أحمد بن مايد بن مطر الخيالي. والمركز الثاني المجازف بن زيتون، يقدم الحاكم من هجن الرئاسة. ثالثا وصل شاهين العملاق سلطان بن محمد بن سالم ألوه بقادما على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع مشهاب من هجن الشحانية، المضمر جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. ولكن العودة إلى الرئاسة وهجنها، إلى إبداع الشعار الحمر على المقدمة. بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقات المميزة. هجن الرئاسة على المركز الأول، المجازف الفيلسوف، وصل بن عقيل، وصل شعار هجن الشحانية. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ جولة التحديات، جولة الأوامر. المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يقدم لنا الحاكم على المركز الأول مع الفوز والانتصار مع هذا الناموس الغالي. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرئاسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. ثانيا وصل مشهاب بن هجن الشحانية، جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. والمركز الثالث مسموح من هجن الرئاسة، أحمد بن ماجد الخيالي. والمركز الرابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شاهين من هجن الرئاسة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. وخامس المراكز وصل مطفي من هجن الرئاسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مدريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، 9 دقائق بدون ثواني وثمانية أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لك المجازف. بينما المركز الثاني مشهاب من هجن الشحانية، والمضمر جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. التوقيت الزمني 9 دقائق وثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث وصل شعار هجن الرئاسة مع المركز الثالث. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. كان مع مسموح من هجن الرئاسة أحمد بن ماجد الخيالي. 9 دقائق وثانيتين وثلاثة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.